مرحبا، أنا آدم. رجعت لكم بالحلقة الرابعة من ليجو مارفل، ونزلت 3 فيديوهات قبل هذا الفيديو، في هذا الفيديو الرابع، ونكمل وين وصلنا آخر مرة. Looks like your party's in full swing. Is that the leader? هلا نواجه هذا الشرير اللي اسمه ليدر. حتى احكوا اسمه، يعني مش ضروري احكي لكم. بدنا هذا ندمر هذول. سؤال لكم، شايفين كمان واحدة اهي؟ اي حدا هولك سناش. هاي هذا الشخص مرة علق هناك، فانا خايف اسوي نفس الشيء. مرة علق معي هيك وانا هيك بسوي. انا كنت العب هيك بحساب الطبيعي وهيك صار. بظن فوق وين شفنا الشرير بالحلقة قبلها اللي صورتها امبارح. هنا في جوا هالك، انا متذكر في جوا هالك. هلا بورجيكم اني هولك. هيا لا وين هذا بتشوفوه؟ بس الصورة شوي. هيا وين هذا؟ هيا تل هذا هولك. بظن اجى هنا مرة لما كان كنا بالرمل، ولا ما سوينا مرحلة الرمل؟ والله ما متذكر. أعوذ بالله، انسوني. لما نفتح العالم المفتوح اللي قلت لكم عليه الحلقة اللي قبل، راح اجيب لكم، راح اوريكم كيف تجيبوا شخصيات. انه في شخصيات هيك صعب تجيبهم في الفيديو، اوريكم كيف تجيبوهم. هذا بيحاول يتحرر هلا. صح، اسمعوا لو بدكم اسوي اغنية قولوا لي بسوي، بس باخذ وقت كتير لاسوي، لانه بكون افكر ايش اسوي. يا حبيبي اطلع ابوس ايدك، يسلموا. هنا بطلع عادي اجيب واحد تاني بنتحر بالاخير وخلص الكلام. تعال انت بلاش اكاسك. انزل. نعتذر على الايم انه زفت. اعرف، اعوذ بالله. وش طبيعي هي على هذا؟
راح ينفتح. شو شفتوا هذا؟ تذكروا هذاك الشرير؟ هو نفس هذا الشخص، عنده مخيل زي هذا. صاحب ظل هذا او الشرير هذاك هم بيقدروا يصلحوا السيارات. ناسي وين نروح. ورا نسيت. قلت بسرعة. بدنا كابتن ايمي، نسيت اسمه. شايفين كيف موتهم؟ هلا جاي اشوف، جاي افتح الليزرات. ايوه هاي هذا. هلا نفتح هذا، كل واحد بيجي عليه اللون الازرق نشوفه. هذا الشخص على فكرة بكره، بتشوفوا ليه لما نوصل للعالم هذاك. كل يوم بحكي لكم عن العالم، بس ايش تقول العالم؟ ايوه هيا. اوري ما صدقناش. قلوب قلوب بسرعة بسرعة. قلوب واحد بدي لقيت. افتح يا حبيبي. سامعين اللعبة أولوهم للشخصيات، والله فاعلين يعني كثير. رطب خفيف. هذا شفت هذاك الأحمر؟ هذاك نفس هذاك الأسود اللي شفناه بالحلقة الثالثة. هذاك هلا صعب تجيب شخصيته. هلا هذا هو اللي راح يفتح الأشياء الزرق. احنا هلا قبل شوي كنا فيهم للأشياء الزرق هذولاك. راح يصير يمكن تضحكوا يمكن. Is it me or did it just get drafty in here? هلا هولك وهذا اللي بعرف شو اسمه رح يلحقوهم. هلا بنطوه بالنص. هلا هون الموضوع صعب شوي. حتى هون كان بعضه سيف، يعني كان سويت الفيديو ساعة. لا مش ساعة، أقل. واحد يمكن 51 دقيقة. أعوذ بالله. Looks like we gotta throw something heavy at Sabretooth to take him out. هلا هذا بدي ارميه على الشخص هذا. ابلع. هلا ما نضربه هيك. لا أنا نضربه. وقف ضربته. هولك سناش. هولك سناش. هولك سناش. هولك في مرحلة بكرهها بيكون هذا هو الشرير تبعها. والله بحب أسوي في المرحلة. يعني بتمنى نلعبها بعد هاي المرحلة، أنا كتير بكره هذه المرحلة.
في واحدة راح تطير من لحظة نسيت أورجيكم الحلالة منها شايفين كيف؟ بكل بساطة بكل بساطة تحول بس تحول بتضلك كابس شوي يعني بيصغر وبكبر بتضلك كابس بس شوي هذا على اكس بوكس 360 بكتب لكم انا بالحلقات بظن يعني لما انزل ولك احمل احمل اخيرا ضربته على افا ولا بتقولي بخبطه ما بيموت هاي سماش هو الكاس سماش ابلعوا اسمع دي اوجه وانا راح يصيروا هدول التنتين ايوه انطروا قلت لكم بس احملها انت اعمى يا هولك صباح الخير بظن ان هاي المرحلة ما خلصت ما خلصت شايفين هذاك الباب لما دخلوا هلا راح يروحوا هناك وهلك راح يطول هذاك الصغير الاصفر يعني ايوه صار شفته مش هذا اللي هلك شفناه هناك قبل وين ما كنا قبل شوي هناك مستيك جود باي هلا شايفين هناك فوق مدلق الضوء في ضوء قلت لكم ما خلصت المرحله في شيء هذا على فكره هلا راح يطلع لكم ريحه مش زاكيه ما بفرشيش سنانه بعد تتلقش ولك خالص لا شايفين ريحه مش حلوه بعد عندها اي تعال هون ايوان شطورة معلم ايوان طيرني شطورة احني بتهبل بالسيارة اركب اركب
Burka, burka, burka. التسلق سوف تكون أقوى، سوف تجف في كل العجاب، أشعر بالهمس والقوة، تمرا سوف تكون أقوى. محمد الدور ابلع. لما نضربه بهولك في ثلاث مرات نطلق عليه الضوء. خلصني موت ابلع. هذا لا راح ينتحر اكيد، يعني راح ينتحر. انتحر انتحور. دررا دررا دررا. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هجا بقدرش اطلع، لازم اكسر هاي البصل. يعني ياخذوا هذيك الشخصية يودوها، يعني خلاص ان شاء الله فكرة راح يرجعوها. بتخلص الجيم راح يرجعوها، تشوفوها هلا هلا بعد شوي نخلص المرحلة. شايفين قلت لكم هاي ما بعرف الا منها. خليني انطلق انا لما بدور بدور لا باحد. بكرة ايش بدي اسوي؟ والله لا اخذ. عندي سيف ولك لك وعلقنا وعلقنا. انا غبي انا غبي. يحيى الغباء. شايفين كيف يحيى الغباء دائما؟ والله انك تصطل. وانا اصطل هايك وانا خليني بحالي، مع انك خلي ما خليك بحالي اصطل. وانا اجا اخوي عمر موت فين عندي شي اخش معاه. بس وخر ايدك بعد. خليني بهمي. لا عمي ابعد. تزلط اللعبة، تزلط اسطورة. يسلم ايديك، يسلم. راح تقتلني. يسلم. شكرا انك طلعتني. دعني انك كفو. والله لو تنزلون تحت شو راح اسوي فيكم. باي. الفيديو التاني باي. ولكن يعني ابلاك ابلاك ابلاك. اهلا الطبطبة. ها ها
صح صحيح، دعمتوا مش ديمان؟ قلت لكم انا بالحالة لا بدها دعمتوا؟ ادعمتوك يا اسطوريين. لكم شو الشغل اللي خلتني اكون هيك شجاع على اليوتيوب؟ من كثر ما اظن احوى اليوتيوبر، شوفهم هيك بيحكوا اشياء فانا صرت هيك اقلدهم. اسف اني وقفت اللعبة يعني، بس هيك حبيت اوقفها عشان تفهموني. فكرت في الصويحه جاي انت. هيا الشخصيات، والله كانت فكرتي احط عليهم بدل هذا الهول. ولا بتنطنط صويا؟ هلا هذا راح ينطنط وهيك بتاع اضربه. ها هيا، هلا في اكثر من كبسه راح تجيني. هلا في راح يعطوني فين؟ هولك جوعان ومعصب حقا، تيجي تشوف معنا. أظن إني مرقتها كوست واي. I'm getting other supervillain sets here. Mandarin, Red Skull. Loki. Where's Thor? In Asgard. He needs to know about this. صار عنا انا هذا مرة اشتغلت يعني، مش هيك مش مستمتع بهم اشوفهم الشغلات. يا رب العالمين المفتوح، يا رب العالمين المفتوح، يا رب العالمين اللي بنقدر نلعب فيه كيفنا، يا رب العالمين اللي بنقدر نلعب فيه كيفنا. وش طبين؟ اوه كابتن امريكا. We've got to save America from the Red Skull. Hulk smash skull. Hulk rip pants. That's why my red, white and blue uniform is form-fitting yet flexible. I'd love American ingenuity. I have some tracking to do. I'll keep in touch or not. Tony, let's get you back to Stark Tower and into something less revealing. Oh, I have a great new outfit I put together the other day. Oh, عرفت شو هلا هذا الجيم. هو يعني مش صعب. We're going to need Iron Man if we want to get those cosmic bricks back. تلعب فيه هو هيك. Suit up.
عالم مفتوح؟ لا لا، في مكان معين. والله كل شيء احلى من العالم المفتوح. ليش انت عايز تجيب هذه اصلا؟ حسيتك ما جبت السفن يعني. بس عندي هاي. خلاص وقف، ابوس ايدك. وقف. مشي اللي ركبنا فيها قبل شوي. تصبح كيف؟ وصلت يا عم، راح اصبح هلا. انكم شفتوا انسان بيلعب بشخصية مشلحة الكلسون؟ كيف هتسبقني؟ Man, I miss flying. All this running is making me feel tired. فكرت والله غير الشخصية هيك ادخل على تاكل الاشياء. شفتوا هذاك الاسود الزلمة هذا؟ هذا بوريكم اياه. هذا نجيب لنا مهمة عشان نربح سيارة. بس اديش اسويها هلا لان لساتني مش بالعالم المفتوح. ناخذ مهمات. بحلمكم امشي كل هذا. تنهي السيارة. السلام عليكم. ايش المراكب ورا؟ تاكسي. نعتذر على السواقة، بعرف ان هاي السيارة بتنط. تاكسي اجا. انا خبطت عن قصد. المفروض اني سابق هذا لو بالحقيقة يعني. هذا قاعد الحق اللون ازرق. هي قدامي، هي مش على اصفر. خليته يلف معي غصب عني. يب عرفت هذيك. هاي ما قلت لكم من قبل. كمان رح ياخذ هذا. Sure, we just need to think outside the box a عارف ان هيك لازم تسوي، بس مش عارف ليش ما زبطتش. هلا زبطت يعني، ما عرفت ليش، بس لما هيك سويت زبطت. بهذه الجيم راح نربح لبس جديد لهذاك الشخص اللي صار مشلح. هذاك راح نربح له اشي جديد، هو لونه هيك سكني. راح نربح له اللون السكني. Did I ever tell you about my party armor?
It was designed like a tuxedo for more formal battles. Honey, I'm home. What's with the house? Jarvis, it's me. Your boss man? Intruder alert. Security activated. Intruders? Jarvis, security override command, Tango, Oscar Sierra, 3963. We're gonna have to fight our way in. Someone must have hacked my systems. It's the kind of thing I do to other people. What the... أظن لابس لأنه هلا محتاجين لشخصيته وهو لابس صح محتاجين له وهو لابس هلا مش هون يعني هاي الجهة اللي هون أظن هون راح يلبس هاي برضو شخصية إله لكابتن لهذاك الشخص هي برضو شخصية إله هيها قبل ما ادمرها بس هيها احفظوها ارجعوا لوري الحلقة واعملوها سووها عشان تحفظوها هون راح نجيب اواعي الزلمة هذا اوعى تتعطل والموت ليش تضرب حالك؟ ليه؟ ليش بتدمر حالك؟ تعرف حالك غلطان ممنوع تدمر حالك تعرف كيف؟ ممنوع لاني انا دمرتك بس ممنوع تعرف كيف؟ مخي بيشتغل هون مخي بيشتغل بس شو قصة على كلمة بسيط؟ شو قصتي؟ لأتعلم يا شباب بدي أتعلم فاهمين؟ الإنسان بيتعلم بحياته كنتم تكتبوا لي تحت في الكومنتات طبعا أنا أفهم أيوه أيوه بس أنا كان جعباني من فوق فوق قلتلكم راح نجيب شخصية هذه هي قلتلكم عليها بس ما بعرف ليش ما بتطير عادة هي كانت أصلا تطير ولا لا والله خفت اموت ايه
cerraste. صعب انا صحيح هلا ذكرت انه هلا دايما كنت صعب لما اوصل هنا كنت اعلق لانه بدي ابدل الشخصيات كل شويه بصير ليش بيمشي بطيء هذا كنت شفتها ذاك الراس وانا شفتها هلا هيا 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 شايفين هيا الحقني وين قاعد امشي لما الاقي تشيك بوينت راح انهي الحلقه يعني ها زهقت وانا مصاب فكرة نطلع برا كانت كل شوية قاعدة تطلع عليها شايف شيء صح مش لازم نطلع هنا لازم نيجي هون بيطلع ليش ما طلعت هذه والله هذه اخر واحده لهذا النوع انا هذا اخر واحدة يا نور وضع بطل ايزي شباب بس هاي مرحلة ايزي اكيد معروفة ادم كل شيء عنده ايزي يعني صح نجيب هذا صغار هو بيلفوا على احمر واحنا لا ليه يعني نحب نلف على الجهه الثانيه ايه هي انا لما
بضربكم تمرين. والله كان قصدي اضربهم، ليش تضربهم انت؟ انا ايش موتنا وهو لو مات معي ضحكته فيها كهربا هبقى زي واحد جديد. ما لقيت التطرة ولو ما تشبعي صار شي شي. ده المكان الآن زوني في إشي نسوي فوق بس مش عارف شو. مش مفتوحة. ما راح تشيل ساكت مش ضروري اظن كل شوي جور 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 جور. والله اعرف اعلم من الشكل من الصورة. بس كيف فعلتيك؟ مش ضابط فعلتها اقدر شوي بس قطعت الكهرباء.
ورجعت الكهرباء. مش قاعد احكي عندي، قاعد احكي باللعبة. اخيرا رح نجيب كمان نوع لهذا. هلا تشوفوا رح نجيب النوع هذا اللي بعده عشان نفتح هذاك ايوان. بظن هذا الاساسي، بظن هذا اصل اللي كنت احكيكم عنه. اشوف في روبوت قلت لكم عنه بظن بالحلقة قبلها، هذاك رح نواجهه. تشوفوا شكله هلا، رح تشوفوا لما نواجهه. Well, you are stealing from the best. That's not the only thing we've stolen. Where are you going? Never trust a demigod. يمكن نواجه هذاك بالحلقة الجاي. لو لقيت تشيك بوينت يعني ما رح نواجهه. لا لا، لو لقيت تشيك بوينت يعني ما رح اواجهه بهاي الحلقة. لو ما لقيت تشيك بوينت رح اواجهه بهاي الحلقة. It's time to teach you so-called Avengers a lesson. Enough, tangerine. I'm just tired. لا هي هنا رح نختم هون. هيك نكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تعرفوا. وباي.